شكرا للحضور الكريم، شكرا للمرصد المغربي اللي الراصد الوطني الراصد المرصد في النشر والكتاب والقراءة. شكرا للضيوف السي عزيز الوفي والاخ العزيز، شكرا لإدارة السينما الخريف، هي بادرة طيبة في حق واحد الشخصية فعلا قدم الشيء الكثير في المجال ديال السينما. حنا غنتكلموا على واحد الشكل اخر اللي غنعتبره هو امتداد من هذه الحركه السينمائيه اللي شهدتها مدينه طنجه عبر التاريخ ديالها. كلنا كنعرفوا ان مدينه طنجه مدينه سباقه اللي فتح عدد كبير من القاعات السينمائيه، اي منذ سنه 1913 بدات الحركه السينمائيه في مدينه طنجه في عدد كثير من القاعات السينمائيه. اول طرناج تصور في المغرب غادي تصور في مدينه طنجه سنه 1919. في نفس الوقت قبلة لعدد من المغامرين وعدد من رجال الأعمال والصحفيين والجواسيس والدبلوماسيين والفنانين والأدباء والكتاب، فكانت الأضواء كلها متجهة لطنجة بحكم الحركة اللي كانت موجودة في هذه المدينة هذه اللي كانت في واحد الوقت من الأوقات هي عاصمة دبلوماسية الدولة المغربية، وكانت في واحد الوقت من الأوقات مدينة دولية، أي مدينة طنجة أصبحت عاصمة دبلوماسية الدولة المغربية منذ سنة 1777 على عهد السلطان مولاي محمد بن عبد الله، واصبحت مدينه دوليه سنه 1923 على عهد السلطان مولاي يوسف. فانا المشاركه ديالي هي الصراحه رمزيه بحب انني كنبغي هذا الاخ هذا واحد عزيز وكنحضر له في عدد كبير من الاعمال اللي كيقوم بها، مشكور على ذلك. انا المشاركه ديالي هي رمزيه. غادي نتكلموا على بعض الاحداث السينمائيه اللي مرت منها مدينه طنجه او شهدتها مدينه طنجه. اول مهرجان البحر الابيض المتوسط للسينما غتشهدو مدينة طنجة، اللي كتعتبر أول من نوعها في مدينة طنجة سنة 1968، واللي كانت تعمل في السينما المبروك، واللي فاز واحد الفيلم اللي هو كيحمل عنوان عندما يثمر النخيل، اللي كان يمثل فيه عبد الوهاب الدكاجي. هذا الملصق هو هذاك اللي هن اللي هو أول مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط، الفيلم اللي فاز بالجائزة هو فيلم عندما يثمر النخيل. في نفس الوقت غنتحاولوا نتكلموا على السي أحمد أكبر رحمة الله عليه، اخر كلمه اللي سمعنا منه ما تنسانيش هي طنجه، فعلا طنجه ما نساتوش. هذا واحد العدد ديال السيناريو ديال السي احمد اكدي اللي كتبهم كلهم، ومن ضمن هاد السيناريوهات اللي موجودين وهو الفيلم مأساة الأربعين ألف. ديجا عمل إشارة للفيلم. هذا هو الملصق ديال الفيلم ديال مأساة الأربعين ألف اللي تمثل سنة 1980، وهذه هي الآلة اللي تكلم عليها السي احمد اكدي ديال 16 ملم، واللي كيتوجد هنا فيلم ديال المأساة 40000. هذه كلهم الأدوات ديال السي أحمد أكدي رحمة الله عليه. هذه الكاميرا اشتغل بها سنوات طويلة السي أحمد أكدي، هي هذه الثمانينات والتسعينيات، وهذه الطبلة هذه ديالو رحمة الله عليه اللي كان كيشتغل بها باش كيلصق الأفلام ويقطع المشاهد اللي هي ما خصهاش تكون وإلى آخره. شكرا لكم وشكرا للمرصد. شكرا لكم. إذا شكرا للأستاذ يونس الشيخ علي على هذه المفاجأة وعلى هذه الإضاءة بخصوص تاريخ السينما بمدينة طنجة. إذا هناك مشاركة أخرى، يعني انطلاقا من عالم السينما إلى الكلام الطيب في حق المحتفى به المخرج الشاب حمزة داقون من طرف صديقه ورفيقه في مجموعة من المحطات الفنية الأستاذ عصام بويش، هو سيناريست ومخرج، اشترك مع المخرج حمزة داقون في إخراج الفيلم الوثائقي ما تنسانيش يا طنجة سنة 2015 والفيلم القاصر الحلوى الحمراء سنة 2017، لعب أدوارا مختلفة في بعض الأعمال التلفزية والأفلام القصيرة، كما شارك في برنامج نجوم ونجوم سنة 2000 فئة الأغنية الكلاسيكية. إلى جانب اهتمامه بالسينما والموسيقى، فعصام بويش كاتب القصة القصيرة ويشتغل حاليا على أول رواية أدبية. نتمنى له التوفيق، وإليك الكلمة.